السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. اليوتيوبر ندى حاسي تناشد المغاربة، فهل تستحق العقوبة؟ شاهد التفاصيل. خرجت اليوتيوبر المغربية ندى حاسي في فيديو مساء يوم الثلاثاء تناشد فيه المغاربة بالدموع بعد رفع شكاية ضدها لوكيل الملك بالرباط، وذلك على خلفية متابعتها قضائيا بسبب فيديو على قناتها استحمرت فيه الشعب المغربي من خلال المسرحية التي جمعتها عبر السوشيال ميديا بين الملول ونزار أسبيتي، الأمر الذي تطور وأصبح قضية رأي عام. الفيديو الذي خرجت به عبر قناتها وهي تذرف الدموع وتطلب المسامحة من المغاربة أثر في العديد من الرواد، وقد ظهر ذلك من خلال التعليقات التي تعاطفت معها وأنهم يسامحونها على زلة لسانها، إلا أن العديد من اليوتيوبر هاجموها وقرروا أن تنفذ العقوبة في حقها حتى تكون عبرة لكل شخص تسول له نفسه بلمس مشاعر الشعب المغربي. فهل تستحق ندى حاسي ما يحصل لها؟ أتمنى أن أرى التعليقات في الوصف. تصدر زفاف حلاوتهم وموسى حديث الناس والترند منذ أمس الاثنين بعد ظهور أحمد سعد وسمية الخشاب معا في صور زفافهما من محمد رمضان خلال مسلسل موسى، والذي يعتبر أول ظهور لهما سويا بعد الطلاق وسلسلة القضايا والأخذ والرد التي تابعناها في السنوات الماضية، حيث تداول متابعون الكثير من الكوميكسات الساخرة حول الثنائية. الملفت أن أحمد سعد شارك العديد من الكوميكسات الساخرة على الإنستغرام، ومن بينهم تعليق أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا يقول: لما تدي لصاحبك وانت تافف فيها، لتقوم من بعدها سمية الخشاب بنشر صورة لقرون احد الحيوانات، مما جعل الجمهور يعتقد انها ترد وتقصد احمد سعد. بعد أيام على إعلان نادية العراقية إصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها الشديدة منها، نقلت نادية إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية، وبحسب ما قالته ابنتها فحالتها حرجة وصعبة جدا. أنا مايا، ماما في العناية المركزة وحالتها حرجة وصعبة جدا من يومين، أرجوكم ادعوا لها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي. أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها، يمكن دعائكم يقدر يعمل حاجة. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيها. سبق وكتبت نادية عن إصابتها بالفيروس رسالة قالت فيها: هجمت الكورونا على بيتنا، ربنا ما يوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري، بخترف ومتكسرة زي ما يكون عاملة حادثة وتكسرت. اللي قتلوا كورونا يحكي لي عمل ايه، وهل هناك اطباء يجوا للبيت يعملوا تحاليل دم؟ دعواتكم وحرصوا، الموضوع خطير. ما يزال الجمهور العربي تحت صدمة دعوى الخلع التي رفعتها بلقيس فتحي ضد زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف علي. وأعادت بلقيس للأذهان الخبر الذي أعلنته منذ ساعات، وأكدت فيه أن دعوى الخلع موجودة في المحاكم الإماراتية، وقدر البعض أن ريان جيلر وراء أسباب انفصال الفنانات عن أزواجهم بعد أن تم تداول اسمه بعد كل طلاق يحدث بالوسط الفني. ولا يزال اسم جيلر يطلع مع كل مشكلة تحدث في الوسط الفني، فيما وجه بعض المتابعين اتهامات لريان جيلر بأنه سبب من أسباب هذه الخلافات. ويأتي هذا بعد أن أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض من الصحف العربية والمواقع إلى أن جيلر له يد بذلك، ويشار أن النجمة نسرين طافشة علقت على تورط جيلر بعديد من الإشاعات بتعليق على تطبيق الإنستغرام، وقالت فيه لجيلر: بشكر الله، الحمد لله، الإشاعات ما خذوا ريست عني، هارد لك ريان جيلر حبيب قلبي، الله يعينك. ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أنه تم تعليق حساب الممثلة الهندية كانجانا رانوت على مواقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد تغريدة مثيرة للجدل متعلقة بأعمال عنف في البنغالا.
وأفادت شبكة NDTV أن موقع تويتر قال إن الممثلة انتهكت أكثر من مرة سياسة الموقع بشأن السلوك البغيض والمسيء، ويشار إلى أن التغريدة لها صلة بأعمال عنف اندلعت بعد إعلان نتائج الانتخابات في ولاية البنغال الغربية أول مساء يومه الأحد، وأثارت التغريدة الغضب ودعوات لاتخاذ إجراء ضد الممثلة. مر أكثر من عامين من ظهور النجم الهندي شاروخ خان في فيلم سينمائي جديد، حيث لم يظهر بعد ذلك في أي عمل سينمائي منذ عرضه فيلم زيرو والذي عرض في عام 2018، وكانت إيراداته في شباك التذاكر مخيبة للآمال وفي الوقت الذي ينتظر فيه معجبي شاروخ خان أحدث أفلامها. قام شاروخ خان بالظهور على الشاشة من خلال إعلان تجاري جديد لماركة هيونداي سيارات، قام فيه بالظهور في دور شخصيتين متشابهتين تماما في الملامح أو ما يطلق عليه اسم الدور المزدوج. إعلان شاروخ خان الجديد لماركة هيونداي للسيارات من إخراج أبهيتشيك فارمان. الجدير بالذكر أن شاروخ خان قام مؤخرا بالظهور في إعلان تجاري آخر إلى جانب الممثل الشهير أجاي ديفجان، وهو إعلان لمعطر للفم من ماركة فيمال إلايتشي. أحدث أفلام النجم الهندي شاروخ خان هو فيلم باثانا الذي لم يعرض بعد، وهو من إنتاج شركة ياش راج للإنتاج السينمائي، وحتى الآن لن يكشف شاروخ خان عن المزيد من التفاصيل بشأن فيلمه الجديد، حتى أنه تجنب الحديث عن الفيلم صراحة في جلسات اسألني أي شيء، والتي اعتاد على استضافتها من خلال مواقع التواصل وتشجيع معجبيه خلالها على أن يطرحوا عليه كل ما يرغبون في طرحه من أسئلة. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.